الصفات اللي قلتها فيها كثير من الرشاش. عندك صورة له؟ عقب طرده رفعت السرية ملفه، بس إني أقدر أجيب لك نسخة منه. يا ليت. العريف طارق يقول إن رشاش فصلوه علشانه يبيع مخدرات. اللي صار إنهم اتهموه صحيح بالتجارة بالمخدرات. تقدر تقول إن رشاش راعي عنف؟ أعتقد إنه يسويها. الرجال هذا عنده كره لجميع أنواع السلطة، تقدر تشوف هالشيء في عيونه. هم أرسلوه هنا لأنه اعتدى على ضابط بالضرب في المعسكر اللي كان فيه، وإذا كان عنده سلاح بيده ما ظنت أبد إنه يتأخر ويسويها. أحس إنك مبسوط إنك تخلص منه. والله هو من نوعية الرجاجيل اللي ما ودك تقابلهم أبد. الظاهر إنه مشكلتك الأيام ذي.